فارس الدهناء نصف لقاء تأتي الخسارة من خلالها، الأمر الذي لا يرضي عشاق هذا الفريق الأنيق ولا يرضي أنصار ومحبي فارس الدهناء، يبحثون فيما تبقى عن ظهور يليق بهذا النادي. سلامات خالد البركة. وقع على أرضية الملعب بعد أيضا كذلك سعيد مونا. السلامات جروس، أيام يساورها الشك لصديق الأمس الأنفن. وهذه اللقطة وإصابة حاضرة لخالد البريك مع سعيد مولد. سلامات للاثنين. وقوع على أرضية الملعب، جماهير أهلاوية كبيرة تأتي هنا إلى مدرجات الشرايا. جانب قائمة البدلاء في لقاء الليلة بالنسبة للنادي الأهلي بجانب هذا السيد جروس، عديد من الأسماء الحاضرة لديه في قائمة البدلاء. باسم عطلة، مازن شرارة، عبد الفتاح عسيري، يزيد البكر بلايلي، عبد الله حسون، ومعتز، وعبد الرحمن غريب، وعبد الباسط هنتي. هذا لوكاس ليما بجانب والده يحضر لهذه المواجهة. النجم الذي وجد الكثير من الترحيب من الجماهير الأهلاوية ما قبل اللقاء لالتقاط الصور التذكارية مع هذا النجم البرازيلي، يتلقى البطاقة الحمراء في مباراة العدالة ويغيب عن لقاء الليلة. 10 دقائق لحتى الآن. الأمور لا تزال بتعادل سلبي. خالد البركة يتلقى العلاج. وكذلك سعيد المولد. تعادل. بالمناسبة حضر بهذه النتيجة لآخر مرة قبل 9 أعوام في نوفمبر من عام 2011 في ذلك التوقيت. ألف سلامة خالد البركة. الدم واضح ولذلك لا زال على أرضية الملعب. في انتظار أن يكون مشفى معافى ويعود لأجواء اللقاء. كما ذكرت في نوفمبر 2011 كان آخر لقاء ينتهي بالتعادل يا جروس. بالمناسبة 19 حالة تعادل تاريخية ما بين الأهلي والاتفاق. الأهلي ذو الكعب الأعلى، الأهلي صاحب الانتصارات الأكبر ب 38 لقاء مقابل 22 لقاء للاتفاق في السنوات الماضية. لا زال الكل يبحث عن الاطمئنان على خالد البركة. سليمة إن شاء الله يعود لإكمال اللقاء. جماهير الأهلي التي يعلو صوتها هنا في مدرجات ملعب الشرايا في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. جماهير التي ترغب في إعادة توهج فريقها وعودتها ابتداء منذ لقاء الليلة، خاصة أننا لازلنا في منتصف المشوار. لا زال هنالك الكثير من الجولات، كثير من الأسابيع. الأمور لم تحسب على صعيد أو لم تحسم على صعيد لقب بطولة الدوري. يأتي التأكد والاطمئنان من قبل الجهاز الطبي لخالد البركة الذي كان حاضرا مع الأهلي في الفترة الماضية، لم يجد الفرصة، لم يجد المشاركة، يذهب بعد ذلك للاتفاق وللتواجد هنالك في الساحل الشرقي قادما من الساحل الغربي. لابد الاطمئنان ولابد التأكد من مقدرته على إكمال اللقاء. هو يعطي الإشارة، لديه الرغبة، لديه الحماس من أجل إكمال هذا اللقاء، لكن لن يكون القرار في يده. خالد حسين عبد الغني، حسين بالكرة، يعليها لدى الأسمري، رأسية، وبعد ذلك تمر إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى من جانب علي الأسمري بالكرة الماضية. هذا خالد البركة، أعتقد أنه بحاجة للخروج لأرضية الملعب من أجل تضميد الجرح بشكل أفضل، من أجل سلامته وسلامة بقية اللاعبين داخل أرضية الملعب. لذلك لابد أن يغادر. ألف سلامة، ألف سلامة، ألف سلامة.
السلامة لخالد البركة بعد لقطة سابقة.